السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناتي Learn English with Hanan. اليوم سوف نرى درسا جديدا من دروس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين. وقبل أن نبدأ الدرس دعوني أذكركم، إذا كانت هذه أول مرة لكم على قناتي ورأيتم أن ما أقدمه هو مفيد بالنسبة لكم، لا تبخلوا علي بالاشتراك وتفعيل زر القناة ليصلكم كل جديد. وإذا رأيتم أن درس اليوم كان مفيدا لكم فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. أما فيما يخص درس اليوم فاليوم سوف نرى متى نستعمل الفعل to be في اللغة الإنجليزية. لمعرفة الإجابة تابعوني لآخر الفيديو. لنبدأ إذن. الاستعمال الأول كما نرى على الشاشة هو name or noun، بمعنى اسم إنسان أو اسم شيء ما. نستعمل فعل to be عندما نريد أن نتحدث عن اسم إنسان أو اسم شيء ما. مثال: My name is Jack. My name is Jack. اسمي Jack. It is a computer. It is a computer. إنه حاسوب. الاستعمال الثاني هو age، بمعنى السن. عند التحدث عن السن في اللغة الإنجليزية نستعمل الفعل to be. مثال: I am 13 years old. I am 13 years old. سني 13 سنة. وللإشارة لقد قمت سابقا بطرح درس الأرقام في اللغة الإنجليزية، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. الاستعمال الثالث هو job، بمعنى الوظيفة. عند التحدث عن الوظيفة في اللغة الإنجليزية نستعمل الفعل to be. مثال: I am a doctor. I am a doctor. أنا طبيب. وللإشارة لقد قمت بطرح درس الوظائف في اللغة الإنجليزية، وسوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. الاستعمال الرابع nationality، بمعنى الجنسية. عند التحدث عن جنسية شخص ما نستعمل الفعل to be. مثال: She is American. She is American. إنها أمريكية. وللإشارة أيضا لقد قمت بطرح سابقا دروس القارات السبع والجنسيات، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، يمكنكم متابعة هذه الدروس عند الدخول في الرابط. الاستعمال الخامس The country that one's from، بمعنى البلد الذي ينتمي إليه الشخص. مثال: They are from Italy. They are from Italy. إنهم من إيطاليا. والاستعمال السادس والأخير هو adjective، بمعنى الصفة. نستعمل الفعل to be عندما نتحدث عن صفة شخص ما أو صفة شيء ما أيضا. مثال: He is tired. He is tired. إنه متعب. She is beautiful.
She is beautiful. إنها جميلة. إذن كما رأينا نستعمل الفعل to be في اللغة الإنجليزية في ستة حالات، التي هي اسم الإنسان أو اسم شيء ما، الوظيفة، السن عند التحدث عن البلد الذي ينتمي إليه شخص ما، الجنسية، وأخيرا الصفة. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، كما أتمنى أن درس اليوم قد كان واضحا بالنسبة إليكم. أراكم الدرس المقبل بإذن الله. شكرا على المشاهدة. إلى اللقاء.